يا رب قرب لنا الأمان المنتظرة، واجعل قلوبنا لا تجتمع إلا مع القلوب النضرة، وانعم علينا بكرمك ونعمك المتكررة، واجعل قلوبنا على المصائب متصبرة. يا رب أبعد عنا المشاعر المتحجرة، ولا تجعل مشاعر أحد بسببنا متضررة، وفك دين المحتاجين أصحاب الظروف المتعثرة، وثبتنا على دينك واجعل حياتنا متيسرة. يا رب يا رب.